سودو داوديال رمضان كريم شلاي وحي اهيد مالك يوغو هريسي رمضان وحان رجينا غفل بينو سي ماركتا ادكيسي يسو ادو بدنا ان مانتنا سيدو كالي 28 days more to go ان سيدو كالي شلاي وحان ادي حسوسينا يا ان او اها حسكي حلبانت امنة oo sanadkii hore la soo dhaafay si arxan daraa lagu dilay magaalada Beledweyne xilliga doorashooyinka waad ogeydeen xilibanad aamina inay tahay qof maaragtay aad u karti badan waxay ahayd hormuudka siyaasiyiinta maanta oo ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh waxay ahayd qof dagaalama oo cadaaladda waliba aad u raadiyay ahayd waxay ahayd qof cod kara hadallada ugu quruxda badan oo aan ku soo xasuusano dardaaranka uu ahnay واكن إلى دقيستا ورآوي نف بني آدم للعي هاي ماشي آدم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أولئها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفك النف إنو الدلو أما قلك فسهادنا إكران والد دلي مرهين لكن قفك النف دلا أيضو النف تاسن إيسا النف كالدلين أن أقساسيني قفك دولك فسهادين ايو وحو لمي دي هاي أصغو دادك أو دندلي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفك نولينا وحو لمي دي هاي أصغو دادك أن نولي علمات موحي لو شيغا يان صوماليا إن مركي قبر لغاها الله يو قور يو دائد اللو قور سنة ايو إن يسوى بودان ورقبناها قور كريميا كربتين ورق أوي قبلي عاد الشين قبلي عاد الشين هذي ساس ليلي لها محاسة ما يلهي قري قال مركا إما ذكرية مية شيخنا شيخني ما هذا نأنفع يا قرآن كذي دين تاله في النظر يا واحد ذلك كذا عايو قيبة كنا قوني سين وأنا نجوا ذا تعاين هذانا كهلين وايو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أولئك يعني إلهي أقعب صدى أقعب صدى في دنو إيدتك نقاركوت سمين عيان أو أذين كتلا إذا كنت عيسو ما أنت إكران هدان كآمسنو شلي وحيابي سو دعاية كآمسنو كل جين وين هو ذا دعايان وحان أباهن هاي مركة قفل قعب صدى الله سبحانه وتعالى أساقنا أبوطي أساقنا كعب سنين والا لمن عيا نينك لما شك عب سنة يو قبدي يويلك يمسؤولك حل إبان كأب لما شك عب سنة يو والا لمن عيا قفك كرسي إنو هلا كعب سنة يو كرسي والا هلايا أما والا وينايا ملك إلها بخش تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلهي إنت اسمك أكيني ملك وحا هلا إلهي قفك سيو وحانا لغا سيبا أوا يقفك إلهي كسيبو إلهي إنت اسمك أكيني وتعز من تشاء إلهي إلهي وحان كشرفنا أو كبزينا ننك آن دونو وتذل من تشاء وهذا الإلهي داي وحن كد لينا حل كاس أدرى دين يسوع هدو دل لنا كوكين عين حو معنا كوسا مينا هدي أمد الصومالية أي كعب صنايان فهد ياسين أما ياسين فري أما مدح وين محمد عبد الله فرماجو حل كي سطنا ماري إنه حل سي درت أو آمسل واد جبتين مسؤولية ديني واد جبتين وحن لي أبو ري أو بني آدم لماذا أضن لماذا علماء الصوماليين ها أغادان قف كستا وحي إكرام كدعا كدعا يو أذين كان إنا علماء أتهين دادك الصوماليين إي إلهي إنو أمدان داعيان أتهين إي إنا دادقار أتهين عماشا نوغك حلباند آمنة وحي إهد حلباند آد وقرتي بضان أو عدكرا أو كنحمو قجرتي سياسيين تهدى ما أنت صومالي أو أنت سو كرسيه يستو إي قبيل والبيم التلامبا waxay ahayd iftiin oo u soo baxay dhalinyarada markaa waxayna ahayd qof diinta ku adag oo maaragtay inta badan cadaaladda iyo xaq raadisay ahayd saad waqtiin xilibanad aamina waxay baareysay oo markaa ay u doodeysay dilkii loo geystay ikraan tahliil iyo gudoomiye hore ee gobolka Banaadir engineer Riso taasina waxay sababtay inay iyadana nafteeda ku weeyso alla dilaad into laakiin waad ogtihiin qofkay gacantisa ay ku baxday marka mar walba inaan dadkeena xasuusano oo mar walba aan xusno oo u duceyno way fiican tahay siday barito xisaabtan ugu qaldamin
dadka hadda maanta qaylinayo la xasa sheekh xaqeena nama siinin xasa sheekh sidaa nama siin dadkan amala godka noogu jira maanta oo xaqooda aad waagayd baawarka lahaydeen aad raadin weeseen xukuumadda hore aad raadin weeseen marka isku daya hawiyo inaad maaragtay aad raadisan wixii idin ka maqan xustaan oo naqiimeysan oo qof walba waliba ku qiimeysan darajadu markaas idin kaga fadhiyay una idin kaga matalayay beesha aad ka dhalateen iyo dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan rabaa oo codsiga inaad walaasheen aad u soo duceysaan inay maaragtay jannatu firdaws ilaahay maaragtay ku bishaareeyo anagana waxaan leenahay xasuustu hanoqo badnaato